ام شكلها تعبان، ما تيجي تتفرجي؟ دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكره احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعه الافا الدانس. او النبي بليز، ده فرح عشان خاطري، عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكوا. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا شكلكوا حكومة خير. أأمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك الطابت؟ بطاقة إيه اللي أنت بتسأل عنها؟ هو أنت جايبني من على المواسير مثلاً؟ اتكلمي عادي يا بنت الأحباسك. خفت أنا. أنت قلت الأدب وليلتك صودة معايا النهاردة. في إيه؟ في إيه يا أمين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانة ليه؟ في حد برضه يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ أنا يا باشا صاحبة الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم، وآخر ست أشهر أنا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمظلات اللي عندك إن أنا أفتش وقت ما أحب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة. بالسلام. قرف شكلك الصبح. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل. عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي في بطنك. ده هي عكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي.
هي البت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجه عنه. موجود كان مضطر ينزل وقال لي اقول لحضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. اديني نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها. لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري متاخدة. ساعتها ما عرفتش ليه. معلش انا اسفه، بابا تعبان الصندوق ده جوه عندك على الشنطة بعد إذن. مين سيادتك؟ مصطفى درويش مع أمه بحث الاسم. هو